هو شو مطلوب بالرئيس الحريري؟ بعتقد هو السؤال شو الحل اللي بيحفظ كرامة جمهور رفيق الحريري، وشو الحل اللي بيحفظ الكرامة السياسية للرئيس سعد الحريري، وشو الحل اللي بيحفظ السلم الأهلي الدائم للبنانيين. ما نبالغ بالقصة ونحولها استاذ أنطوان لمسألة شخصية. لا يقال اللي كانوا امبارح بعد اللي كانوا امبارح على شاشة الام تي في، واللي ممكن يكونوا بمناسبة بعدين مع الله يرحمه جبران تويني وغيره وغيره وغيره، هول دافعين دم، هول كمان له الرأي باللي عم بيصير. فلذلك ما نحصرها بمكان. هو أنا برأيي الرئيس الحريري عم بيتصرف بمسؤوليته عن كل اللبنانيين. التمايز بين التهدئة يلي برزت بمجلس الوزراء عندما سمح بعدم إثارة الموضوع وقيل أن سوريا كانت وراء هذا الأمر، ومواقف المسؤولين السوريين المتشددة، بأي إطار حضرتك؟ أستاذ أنطوان، في طريقتين للنقاش بيني وبينك، في اليوميات وفي الأولويات. إذا بدنا نحكي باليوميات عندنا 100 خبرية نفوت فيها. لا بس ده يعكس ذلك. لحظة لحظة لحظة، أنا قلت العلاقات اللبنانية السورية. هلا رح نفتح ملفها كمان. هذا الموضوع التصريحات السورية هي جزء من العلاقات اللبنانية طبعا. السورية. أنا رأيي التجربة التي مرت منذ 3 أشهر حتى الآن بالعلاقات اللبنانية السورية هي تجربة فاشلة. ولا يجب العودة لها باعتبارها قاعدة نجاح. لأنه ما فيك تحط قاعدة للعلاقة بين البلدين قائمة على مذكرات التوقيف أيا كان مصدرها ومهما كانت أسبابها. يعني هيدي علاقة عم تنشأ بعد 5 سنوات من الصراع بين البلدين، وتحتاج إلى كثير من الصدر الواسع والقدرة على الاستيعاب والاعتراف بأنه لبنان تغير عن 2004. ما في تتعاطى مع لبنان أنه هو ذاته تبع سنة 90 لل 2004، بدك تتعاطى مع لبنان بإقامة علاقات سليمة وسلمية. خلينا للمحور الثالث هذه الفكرة. نعم. العلاقات اللبنانية السورية، خصوصا حضرتك كان عندك موقف مختلف في بداية بعد الفترة اللي تلت انتخابك، ولكن السؤال عندما يجري النظر والتطلع إلى المسعى السوري السعودي، شو الإطار المتوقع منه لكي يشتري وقت ولا لكي لا لا أنا أعتقد أنه الجهتين معنيتين ومسؤولتين وجديتين بمسألة الاستقرار بلبنان. رئيس الأسد والوزير المعلم كلاهما عبر بشكل واضح وصريح عن مسألة أنه أم استقرار لبنان هو من استقرار سوريا، وبالتالي هذا جزء من مسؤوليته وجزء من تكليف العربي والأوروبي له. ما نظلم الناس مسبقا. بس ينحصر بهذا الإطار؟ ينحصر بأي إطار؟ بإطار فقط التهدئة الأمنية استقرار والسياسية؟ لا لا، الاستقرار أكبر بكثير من كلمة تهدئة. الاستقرار أستاذ أنطوان يستند إلى مواضيع عديدة. أنا بعتقد أنه الاتفاق اللي عم يجرى مناقشته هو بيتعلق بالنظام الدستوري، ويتعلق بالسلاح، ويتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية، ويتعلق أيضا بالمحكمة. وبالتالي في 4 مداخل لنفس الموضوع، مش مدخل واحد. رح نفتح ال4 مداخل بعد الفاصل، ونضيف أيضا إليها نافذة عما يجري في المملكة العربية السعودية من متغيرات وتحضيرات للتبدلات السياسية بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام.